Evoli, evolviti sempre. هاي للكل، ان شاء الله كلكم تكونوا منيح. معكم شيف سيلين من فريق ايفولي. اليوم عنا اكله او سناك كتير طيب كل عالم بتحبه الصغار والكبار، اللي هو تشوكليت شيبس كوكيز. رح نستعمل 2 برودكتس من ايفولي. عنا اول شيء ال 8 فانكشن اير فراير، فيها ديجيتال سكرين وتايمر وتمبرتشر كنترول، وعنا كمان الهاند بلندر اللي هي متعدده الاستعمالات، ان كانت طحن بالايد الستينلس ستيل، عنا الخفق وعنا طحن قصص الاصغر. سو خلينا نبلش. هيدا الريسيبي كتير هينه. سو اول شيء مثل العاده المكونات موجودين تحت الفيديو. اول شيء عنا هون الزبده. انا الزبده تركتها لتذوب شوي برات البراد، شوي دابت زياده بس مش مشكله، ما ضروري تذوبوها بالمايكروويف يعني. هلا بدنا نخفق الزبده مع البيض والسكر تا يصير عنا لون كتير فاتح. هون عندي سكر بني وسكر ابيض، عندي بيضة بحرارة الغرفة، أهم شيء ما تكون مسقعة، وعنا كمان الفانيلا ورشة الملح. وهلأ الانجريدينت اللي بدي هلأ أحطه، حتستغربوا، فيكن تستغنوا عنه توتالي، فيكن ما تستعملوا إذا مش موجود عندكن، بس إذا كان عندكن إياه أحسن تستعملوا، اللي هو ملعقة كوفي أو ملعقة إسبرسو أو ملعقة نسكافي حتى سريعة الذوبان، بس هيدي بتعمل إنهانسمنت لطعمة الشوكولات. هلأ رح نخفق الويت انجريدينتس مع السكر النوعين والإسبرسو. وهلا من بعد ما نخفق كل الانجريدينتس وداب السكر، رح اخفق على رح احطهم بجات شوي اكبر لانه بدنا نخفق الوات انجريدينتس معه. انا اوريدي ناخله الطحين، رح احط عليه البيكنج سودا ورح احطهم شوي شوي على مرحلتين على الوات انجريدينتس. ما بنحط ابدا ولا مره بالعكس. وهلا بخفقهم، ما بيهمني كثير اخفقهم بطريقه سريعه لانه انا ما بدي افوت هوا عليهم. وهلا رح تشوفوا كيف رح تبلش تتكون عجينه. وهلا رح زيد الشوكليت شيبس قد ما بدكم اختياري. هلا انا حاطه هون ربع كبايه، بس كنت حطوا اكثر، انا لانه انا وعم كورهم بس حطهم بالاير فراير، رح احط شويه شوكليت شيبس على كل وحده. وهلا اهم نصيحه لكم، بدكم تحطوهم شي نص ساعه بالبراد ليسقعوا قبل ما تحطوهم بالاير فراير. خليكم معنا ورح فرجيكم بس يسقعوا كيف رح نكورهم ونحطهم بالاير فراير. بعد ما حطينا الكوكيز بالبراد لجمت شوي زبده على بعضها، هلا رح اعملهم. فيكم تعملون كور بايدكم بالحجم اللي بتحبوه، وفيكم كمان تستعملوا الايس كريم سكوبر مثل ما انا رح استعمل. اوكي، بالاير فراير انا حطيت ورقه زبده صغيره بس، ورح استعمل الكونتينر اللي بالاير فراير. فيكم تستعملوا صينيه اذا بدكم بقلب الاير فراير، بس انا حطيت ورقه بارشمنت بس كرمال حتى احاطه انه ما تلزق، بس هي اكشلي القر تبعها ما بيلزق. سو انا عم بعمل سكوب الايس كريم. انا عم تطلع معي شوي الكوكي متوسطه الحجم لكبيره، بدكم اصغر تستعملوا الملعقه او ايدكم. مثل ما ذكرت قبل، انا رح ارجع هلا بس كورتهم رح ارجع احط شويه شوكليت شيبس. هذا دوت الاختياري اللي بقلبه هن يمكن كافيين. حطينا الكوكيز بالاير فراير، رح احطهم لمده 30 دقيقه على 180 درجه بخاصيه البيك. بدي اذكر انه هيدي المكنه اللي هي عندها ديجيتال سكرين فيها 8 خاصيات فينا نستعملهم لمختلف الحاجيات تبعنا. هلا رح احطهم انا على خاصيه البيك مثل ما قلت على 180 درجه لمده نص ساعه، بس حسب حجم الكوكيز بدي طلوا عليهم على تلت ساعه، لانه اذا كان الكوكيز صغار ما مش بحاجه لكثير وقت ما انه هي كثير قويه. خليكم معنا لتشوفوا النتيجه. حطينا الكوكيز بقلب الاير فراير. انا رح دور الاير فراير بكبسه الاون، رح احطها على خاصيه البيكنج على 180 على 20 دقيقه. قلت لكم حسب قياس الكوكيز بتاخذوا وبتاخذ وقت، معقول بين ال 20 ل 25 دقيقه بين من الاصغر للاكبر، وبنكبس كبسه الاون. هيدا الصوت بيعني انه الكوكيز صاروا جاهزين. هلا صار فينا بكل سهوله نفتح عليهم. ما في اخبركم الريحه شو طيبه، جربوهم بطريقتي وخبروني شو رايكم. الف صحتين.